عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. هذه العجلة، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء حينئذ. هذا الحديث رواه مسلم أيضا، ولفظه في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا الاستعجال. ولماذا؟ يعني القصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن ربنا سبحانه يستجيب لأحدنا ما لم يبطل أحدنا إجابة دعوته باستعجاله واستحساره وتركه الدعاء. وهذا قبيح جدا، لأنه كأن هذا الداعي يقول، قد عندما يقول قد دعوت كأنه يقول في نفسه: قد دعوت قدر ما أستحق لإجابة الدعاء فلم يستجب لي. يعني هذه قد دعوت قدر ما يستجاب لي فلم يستجب لي. كأنه حينئذ ينسب ربه إلى البخل، أنه هو كان منه الذي يترتب عليه استجابة ربنا، وربنا سبحانه لم يفعل، فينسب إلى ربه البخل. وهذا غاية في القبح، ومثله في القبح، أن ذلك يدل على ضعف اليقين عند صاحبه، وضعف اليقين يلزم منه القنوط. وقال ربنا سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل الإنسان أيضا يقنط من رحمة ربه، من استجاب دعوته، لما يعلم نفسه من نفسه من التقصير، من المعصية، فينظر إلى تلك المعصية وينظر بإزائها فيما يراه هو عدم الاستجابة، فيدعو ذلك إلى القنوط ويربط هذا بذاك، فيقول: إنما لم يستجب لي لأني هذا العاصي. في هذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يرى من نفسه من التقصير، فإن الله عز وجل استجاب لشر خلقه، وهو إبليس. قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. فاستجاب الله دعوة شر خلقه، فلا يأس حينئذ أحد من أن يستجيب له ربه. ثم ينبغي أن يعلم ها هنا شيء، أن استجابة ربنا سبحانه ليست محصورة في تنجيز هذا المراد لصاحبه، ليست محصورة في أن يرى هذا الداعي ما دعا ماثلا له بين يديه، ليست هذه الصورة الوحيدة التي يقع بها الاستجابة. استجابة ربنا لها صور. روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فإذا استعجل الإنسان أبطل على نفسه كل ذلك.